بنمر الآن داخل نفق قناة السويس، أحد الأنفاق العملاقة اللي بتربط سيناء بالدلتا. هذا النفق اللي خلاص في قاب قوسين أو أدنى أن هو يتم افتتاحه. بنمر الآن من داخل النفق وإحنا في طريقنا إلى أول مركب بيتم تشغيلها في ميناء شرق بورسعيد. قطعنا المسافة داخل النفق ربما في دقائق، يعني احنا داخل النفق الآن بنمر بهذا الشكل. كان فيما مضى بيتم الاستقلال معديات والوقوف في الدور والانتظار لمدة ساعات. الآن يعني ونحن بنذهب للفكرة لحضور هذا الحدث في شرق بورسعيد، بنستقل وبنخترق المكان من الدلتا إلى سيناء بالسيارات كما ترون، دون مركب دون معديات، لأنه المختصر من الوقت والمختصر من الجهد والمختصر من التكاليف ربما يعني واضح في دقائق بتكون في الدلتا وبعد دقائق بتكون داخل سيناء. احنا بنمر دلوقتي في النفق طبعا يعني مواصفاته وطوله وحجمه وضخامته بهذا الشكل، يعني اعتقد ان الصورة بتوصف افضل من الكلمات. يعني ارى على اليمين وعلى اليسار رتوش نهائية وبعض الترتيبات والتشطيبات لجسم النفق من الداخل، ربما أعمال تشطيبات نهائية لتجهيزه للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة. يعني ربما نحن الآن في وسط النفق ونرى هذه الأعمال وهذه التشطيبات وخلايا نحل بتعمل على مدار الساعة. وفي مدخل النفق كان اللواء كامل الوزير مع مجموعة المهندسين والحديث عن أدق تفاصيل كل مسمار وكل مفصل وكل سلم وكل مكان في النفق. وكمان كانوا بيتكلموا على كوبري رود الفرج وما تم فيه بأدق التفاصيل. أعتقد كتيبة المهندسين اللي كانت موجودة خارج النفق بقيادة اللواء كامل الوزير وهو وسط المهندسين والعمال وبيتكلم في أدق تفاصيل. وبعدين اتحركنا كوفد داخل النفق وماشي داخل النفق. واعتقد انه يعني كنت متخيل ان النفق الازهر او الانفاق اللي كنا بنشوفها، النفق اللي انا ماشي فيه بطوله وبحجمه وبهذه بهذه الروعه في التصميم وبهذه الروعه في التنفيذ، انا اتصور انه سيكون من اضخم المشروعات الهندسيه في العالم، مجموعه الانفاق مجتمعه. وهذا كلام انا بيذكرني بما قاله لي المهندس هاني عازر في المانيا، انه الالمان انبهروا واصيبوا بحالة دهشة شديدة حينما وجدوا ورأوا كم الانجاز الذي حدث في وقت قياسي في مشروع الانفاق تحت قناة السويس. يعني انا الان بيمر من فوق قناة السويس، يعني للمشاهد الكريم يعلم احنا دلوقتي ماشيين تحت قناة، فوقينا القناة الجديدة والقناة القديمة. هذا النفق بهذا الطول اللي بيخرجنا من الأقصى الغرب غرب القناة إلى أقصى الشرق شرق القناة، ولأنه القناتين الاثنين فوق، فبالتالي مساحة التمهيد للدخول ومساحة التمهيد للخروج بتبقى كبيرة جدا. لذلك النفق احنا ماشيين بقالنا يعني من ساعة قبل ما أبدأ الكلام كمان بنسير في داخل النفق، وهو يعني بيعد هو والأنفاق المجاورة أكبر أو من أضخم مشروعات الأنفاق الهندسية في العالم، وتم تصميمه وتم تنفيذه زي ما شايفين بعقول وبأيادي مهندسين مصريين والخامات مصرية. وربما كان فكرة الرئيس إنه الحفار اللي بيحفر هذه الأنفاق كان هو الحفار اللي بيحفر في القناة، وكانت الفكرة ليه ما يبقاش عندنا حفارات ملكنا بنشتغل فيها في الأنفاق هنا، وأنفاق مشروعات الأنفاق مترو أنفاق وخلافه سواء في القاهرة أو في بعض
المدن الأخرى. وإذن لدينا الإمكانات الكاملة لتكرار هذا المشروع في أي مكان. المشروع بيجهز وبيستعد لافتتاحه بحضور وتشريف السيد الرئيس خلال الفترة القليلة القادمة، زي ما أنا شايف خلاص تشطيبات وأعمال من جهاز التعبير ممكن تبقى أعمال تجميلية أو أعمال تكميلية، لكن السد النفق انتهى، النفق تم إنجازه، النفق ممكن دلوقتي يتم تسيير حركة المركبات والعربات والبضائع بداخله، لكن ده نفق واحد اللي هو داخل من غرب القناة إلى شرق القناة. في حزمة من الأنفاق الأخرى ليكون ثلاث أنفاق، أربع أنفاق، اثنين رايحين واثنين داخلين، ده في المرحلة دي ليكتملوا ستة في النهاية. يبقى كل إجمالي الوصلات بين غرب القناة وشرق القناة وفوقين القناة ست أنفاق، ثلاثة رايح وثلاثة جاي، غير المعديات اللي احنا شفناها وأنا كنت داخل شايف في معدية أو كوبري بدل المعديات، كوبري باسم الشهيد المنسي، وتم تخليد وأبنوب تخليد ذكرى الكثير من هؤلاء في الاحتفال بيوم الشهيد خلال العام الماضي. احنا ربما يفصلنا عن الاحتفال بيوم الشهيد أيضا أيام أو سويعات، يعني النهاردة احنا النهاردة الثلاثاء، ربما يوم السبت إن شاء الله يوم السبت القادم يوم 9 يكون الاحتفال بيوم الشهيد. عام مضى على تدشين هذه المشروعات، وعام مضى على الاحتفاء والحفاوة بهؤلاء الشهداء، انضم إليهم شهداء كثر، وانضم إلى المنسي ورفاقه شهداء أبرار أطهار آخرين سيتم أيضا الاحتفاء بهم من الدولة، من الشعب، من الوطن، من الناس بتحتفي بيهم وبذكراهم لأنهم أطهار لا يموتون. ربما كان هذا النفق، احنا وصلنا تقريبا إلى المخرج، مخرج النفق، و بنتابع التحرك ببطء طبعا لأنه هناك ثقالات معدنية موجودة على الجانبين، هناك معدة لودر متواجد في الجانب الأيمن الأيسر، والحركة بتسير ببطء نظرا لأنه احنا بنمر وفيه شغل، بنمر وفيه تشطيبات، بنمر وفيه عمل، عمل لا يتوقف، خلية عمل لا تتوقف، خلايا عمل لا تتوقف. يعني الناس اللي بتشتغل والناس اللي شفناها من لحظة وصولنا إلى النفق وخلايا نحل لا تتوقف، كل مشمر وكل بيشتغل، كل بيفكر في إنجاز، كل يوم بيبني طوبة، كل يوم بيحفر نفق، كل يوم الناس حاسة بالفرق، الناس الموجودة هنا حاسين بالفرق وعايشين الفرق اللي هم صنعوا الفرق، هم حاسين وعايشينه، هم صنعوه. عكس الناس اللي قاعدين فقط بيندبوا حظهم وفقط شايفين كل الصور صور سوداوية أو شايفين إن الصورة لا تروح لهم. أنا بقول اللي عايز يشوف وعايز يحاول يشارك، أهو ناس شغالين، شباب مصر شغال، شباب مصر بيتحرك، شباب مصر مبسوط، شباب مصر مؤمن باللي بيعمله، شباب مصر هم دول سواء مهندسين ولا عمال ولا صناعية ولا أسطوات شغالين. أنا يعني انتقلت دلوقتي، وصلت حالا دلوقتي إلى الضفة الشرقية من قناة السويس، قناة السويس فوقية، وأنا دلوقتي تحت الأنفاق، دخلنا من نفق من الغرب وصلنا لمؤخرة النفق في الشرق، يعني احنا دلوقتي على أرض سيناء. اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي وصلنا إلى أرض سيناء في مسافة دقائق معدودة، وإحنا بنتكلم وصلنا من الأقصى من الغرب إلى الشرق في مسافة مقطوعة في دقائق معدودة. الفكرة ليست فكرة إنجاز نفق، والفكرة ليست فكرة إنجاز كوبري، الفكرة فكرة إمكانيات مصرية كانت ربما معطلة بدأت تتحرك وبدأت تظهر، فقط كانت محتاجة إدارة ومحتاجة إرادة. الإدارة والإرادة الاثنين صنعوا المستحيل. شايف الشباب، شايف الناس، شايف الناس العمال شغالين مبسوطين على مدار الساعة، شباب زي ما مهندسين، حاجة خلايا نحل. احنا دلوقتي وانا بتكلم الساعة 10 الصبح او 9 الصبح دلوقتي، 9 ونص دلوقتي تقريبا، والناس شغالين بقالهم يعني ساعات،
واحنا الناس اللي كانوا سهرانين على الكافيهات لغايه الفجر لسه بالتاكيد نايمين، والمجاهدين بتوع صفحات التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا بالتاكيد لسه نايمين. الناس دي اشتغلت ساعات هذا العمل الشاق، هذا العمل الدؤوب، هذا العمل المستمر، ومبسوطين ومؤمنين لانهم شايفين وبيشتغلوا ومشمرين بيشاركوا في العمل، عكس الاخرين اللي تلاقيهم متواجدين زي ما قلت على صفحات التواصل الاجتماعي سهرانين، فبالتالي هيقوموا محبطين، وده شيء طبيعي لانه ما بيشتغلش، مش مشارك في العمل، مش بيشمر. هنا شفت خلايا نحل، هنا شفت ناس بيشتغلوا دون توقف، وهنا صناعه الامل الحقيقي. انا بخرج دلوقتي من اخر كم متر في النفق،